السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هلا فيكم حلقة جديدة وأسبوع جديد من التجارب العلمية 2012. تجربتنا هذا الأسبوع كيف تصنع الحبر السري. الأدوات: ورق، قطن للأذن، راس صغير، عصير ليمون. أول شيء نكتب على الورقة عصير الليمون. بعدين ولع الغاز، بعدين سخن الوردة على النار، في النهاية بطلع الشكل زي كده. وإذا عجبكم المقطع لا تنسوا تسوولنا لايك سبسكرايب وتزوروا صفحتنا على الفيسبوك تجارب علمية 2012. السلام عليكم.